عزيزي إذا عرفت شو هي اعمل نفسك ميت. عم امزح، هدول بيضات الخروف. أول شي لازم نقشرهم بعدين رح نطبخهم. طريقة جدا سهلة، نعملهم هيك بالسكين. على فكرة أنا أول مرة رح أجرب بيضات الخروف. بعدين منشقها هيك أو فينا نطالعها هيك، ريحتها جدا قوية. هاي القشرة بتنكب أعزائي ما بتتاكل، كتير طرية البيضة. هيك وشلون؟ بنقطعها مرة أخرى. في جلدة تانية تحتها، نشيل الجلدة التحتانية. والله شكلي خربتها. ليش هيك صار شكلها؟ ليك الفرق بيني اللي قطعتها انا واللي قطعها اللحام. عندي هون ما مجموعه هو 5 بيضات، يعني خروفين ونص. رح احطهم كلهم على صينية. للأسف خلص وقت التصوير، رح نزل لكم جزء تاني.